ولاننا هنا في الدرجه الكامله مركز الدعم النفسي الرئيسي، ما بنقولش كلام ومش هنطرح مشاكل والسلام، واجب علينا ان احنا نهدي لك العلاج او نحاول ان احنا نحل المشكله. يمكن مشكله فتره الانتباه القصير تبان صعبه، لكن خبراء الصحه النفسيه والتربيه الخاصه اشاروا ان انت ممكن تساعد ابنك على تحسين تركيزه باول خطوه تعملها، وهي انك تتشاور مع المدرسات اللي معاه في المدرسه، تتابع ما يمكن المشكله مثلا من المدرس، او ممكن المشكله من اسلوب شرحه، ممكن ابنك سليم وليه ابنك شاطر في ماده ومتحفز لماده تانية، يبقى هنا الاساس الاداه هي هو المدرس، ده بيسبب ضغط نفسي للطفل. كذلك في ضغوط داخليه جوه البيت، فلو لاحظت مثلا تشتت الانتباه او نشاط زايد او اندفاع وتهور فجاه عند ابنك في مرحله معينه، وانت بتمر مثلا بظروف انفصال او طلاق او مثلا ماديات صعبه شويه، احوال غير مستقره، فالسلوك ده اعتبره سلوك مؤقت وانساه، ما تحكمش انه عنده مثلا المرض ده. كل اللي عليك تعمله انك انت تقضي وقت اكبر مع ابنك، وتزود من فرصه ان هو يعبر عن مشاعره. كمان لازم ناخد بالنا من الترفيه والتسليه، مهم جدا مهم جدا، مساحه واسعه الطفل يجري فيها. انا بتكلم عن ولد عنده هايبر اكتيف او عنده حركه، ومعلش يعني ده طفل، طفل يجري ويلعب وينط براحته، ففي انشطه كتيره ممكن انا يعني اخلي فيها حركه وكمان فيها ابداع وفي تنوع برضه وفي التماس جسدي، مثلا زي خطوات الاقدام الموسيقيه دي، يعني مثلا عندنا هي بطريقه مثلا ممتعه وفي نفس الوقت بتحرك الطفل، فالطفل بيدوس برجله على السجاده دي بتبقى في الارض طبعا، وبتبدا تطلع اصوات حلوه، ممكن مثلا تطلع يعني موسيقى اطول مثلا زي كده، ممكن تكون تعليمية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتنور لي في مكان معين فالولد يدوس في المكان ده، فده بيعمل تواصل جسدي وبصري مع الطفل. لو دوست هنا مثلا مش هتدي اي افكت، لكن لو دوست هنا في المكان اللي هو مشاور لي عليه هتدي افكت. طبعا دي بتساعد جدا في انها تربط الحس والحركة للطفل، وبتبقى حركة موجهة. كذلك في بطاقات او فلاش كاردز بتساعد الطفل على انه يعمل انشطه معينه، فبنستخدمها للتدريب. يعني مثلا فلاش كاردز هنا بتقول انا عاوزك تقول لي معاني الكلمات دي، حاجه بتعوم في الميه ده اوردر، قول لي يلا، دي بطه، تمام. حاجه تانية، كوبايه الولد دي مليانه وكوبايه الولد دي، فهو يرد فاضيه. كل ده طبعا بيساعد على ان انا بدي اوردرز وانشطه تخلي الطفل يستخدم الحركة بتاعته في اتجاه كويس. كذلك الهيب هوب معانا هنا برضو، أنا عندي طفل حركي عايز أديله حاجات تزود من حركته، وفي نفس الوقت بتبقى في إطار مقبول. أنا عن نفسي تجربة في البيت أنه مثلا في قوانين معينة بنحطها برضو علشان نقدر نتحكم في حركة الطفل، وهي ان التلفزيون يكون مقفول، لان التلفزيون مشتت جدا خصوصا في وقت الصبح. وما تقوليش مثلا انا بتابع المسلسل ووطيت الصوت مثلا. برضو كذلك المكتب اللي بيذاكر عليه الطفل مثلا، لو وشه للشباك لا، اخلي وشه مثلا يفضل انه يكون وشه للحيط، لان مكتبه مثلا لابد ان يكون فارغ تماما من المشتتات البصرية او الالعاب. اقلل الادوات المكتبيه على قد ما اقدر، اقلل الحاجات اللي ممكن تشغله، ابعد عن الحاجات ممكن تضيع وقته انه يفتحها ويضغط عليها يقفلها. برضو نقلل من المثيرات المحسوسه مش البصريه بس، يعني بلاش كرسي دوار، بلاش كرسي متحرك، بلاش كرسي بيتمرجح. في طريقه برضو جميله جدا للتركيز كانت بتنصحني بيها احدى معلماتي، وهي اني اقطع ورق مثلا مقوى زي كده على شكل دايره مثلا، واحطها على مساحه مثلا اعلقها على الحيطه، ويبقى في منطقه تركيز هنا، تركيز الانتباه قدام مكتبي، وكل فتره وانا بعد ما اخلص قراءه ابص على النقطه دي، او ممكن اعمل اكس اثناء عمل الواجبات. ده بيساعد جدا على زياده التركيز، لان هو بيكون شخصيه مشتته فمحتاج مهارات للتركيز. نصيحه مهمه برضو جدا بيغفل عنها كتير من الناس، وهي انكم تبعدوا اولادكم عن السكر. كتير من الابحاث بتقول ان ما يقرب من 1400 طفل بتتدهور حالته وسلوكه بعد ما بياخد حاجه نسبه السكر فيها عاليه زي الحلويات. طيب ما هو البديل؟ طبعا العسل. طيب لو حصل واكل نسبه سكريات عاليه، مثلا معلمته اديت له مثلا حلويات، او النهارده كان في حفله فاكلنا حلويات كتير مثلا، عوضي على طول باي اكل فيه بروتين، ده بيبطل مفعول السكر زي لبن زي بيض زي جبنه. وزي ما بندور